السلام عليكم ورحمة الله. عملية زرع الغشاء الداخلي للقرنية ديسمت ممبرين اندوثيليال كيراتوبلاستي أو اختصاراً ديمك سيرجري. هذه العملية هي من أحدث طرق عمليات زرع القرنية وأكثرها دقة في الوقت الحالي. في البداية سأعطيكم فكرة بسيطة عن القرنية. القرنية هي النافذة الأمامية الشفافة لدخول الضوء إلى داخل العين. تبطن القرنية من الداخل بغشاء داخلي يسمى بطانة القرنية. وظيفة هذه الطبقة هي المحافظة على شفافية القرنية. قد تضعف هذه الطبقة في بعض الأمراض الوراثية أو عند التقدم بالعمر أو عند إجراء بعض العمليات الجراحية داخل العين، مما يسبب غشاوة بالقرنية وضبابية في الرؤية. في الحالات المتقدمة تتشكل فقاعات على سطح القرنية تحتك مع الجفن أثناء رفيف الأجفان، مما يسبب ألم شديد للمريض، وهذا ما يدعى باعتلال القرنية الفقاعي. سابقاً كنا نعالج حالات اعتلال القرنية الفقاعي من خلال زرع كامل طبقات القرنية، والتي تتطلب خياطة القرنية بشكل دائري بحوالي 16 غرزة. يتم إزالة الغرز بعد حوالي سنة كاملة من العملية، ولا يتحسن نظر المريض إلا بعد سنة من إجراء العملية. في الوقت الحالي طرأ تطور كبير على عمليات زراعة القرنية، تتمثل بزرع الغشاء الداخلي فقط للقرنية المأخوذة من قرنية شخص متبرع بعد الوفاة، مع المحافظة على بقية أجزاء القرنية للشخص المريض. تتضمن العملية عدة مراحل. المرحلة الأولى هي سحب الغشاء الداخلي من قرنية الشخص المتبرع بطريقة دقيقة جداً لمنع حدوث تمزق بهذه الطبقة أثناء سحبها. المرحلة الثانية هي سحب الغشاء الداخلي من قرنية الشخص المريض. المرحلة الثالثة وضع الغشاء الداخلي المأخوذ من قرنية الشخص المتبرع. في المرحلة الرابعة يتم حقن الغشاء الداخلي داخل العين. في المرحلة الخامسة يتم فرد أو فتح الغشاء الداخلي داخل العين عن طريق إجراء مساج بسيط على سطح القرنية. في المرحلة السادسة يتم حقن فقاعة هواء داخل العين لتثبيت الغشاء الداخلي على القرنية. من ميزات هذه الطريقة حدوث تحسن فائق الدقة في النظر. أيضا تحسن النظر يكون سريع، وعادة ما يتم خلال عدة أيام بعد العملية. عدم وجود غرز جراحية بعد العملية. وأخيرا نسبة حدوث الرفض المناعي قليلة جدا، تكاد تكون أقل من 1% مقارنة مع عمليات زرع كامل سماكة القرنية، والتي تتراوح نسبة الرفض المناعي بها من 10% إلى 20%. نحن في مستشفى موسى التخصصي نجري عملية زرع الغشاء الداخلي للقرنية ديمك بنسب نجاح عالية تصل إلى 95%.